وجاء هذا التحرك بعد أن استنفذت كل الطرق المتاحة لتغيير هذا الواقع من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية، حيث اتضح للجميع عدم جدوائية السعي لتحقيق إصلاح حقيقي من داخل مجلس نيابي مشلول، رغم كل تلك الأعداد الكبيرة من الشهداء واكتظاظ السجون بالمعتقلين والكم الهائل من الجرحى، ورغم كل المعاناة التي مر بها هذا الشعب، إلا أن الشعب لا زال مصراً على مطالبه، متمسكاً بها، مؤمناً بعدالتها وأنها تنطلق من واقع الضرورة الملحة التي لا بد منها. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. ولا زال الشعب المضحي مستعداً للتضحية من أجل هذه المطالب. السجن والقمع لم ينتج حلاً، ولن ينتج حلاً أبداً، ولن ينتج حلاً أمام إرادة الشعوب، وشعب البحرين ليس استثناءً من ذلك. ولو كان للقمع أن ينتج حلاً لأنتجه في السنوات الماضية. نحن ومن واقع حبنا لهذا الوطن لا نرى مخرجاً لهذه الأزمة، لا نرى مخرجاً لأزمة هذا الوطن إلا بالإفراج عن جميع المعتقلين من أبنائه، والاستجابة للمطالب العادلة التي رفعها هذا الشعب من أجل خير الوطن بكل أطيافه وفئاته.